السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تحث المسلم على الثبات على المنهج الصحيح والبعد عن التناقض في أقواله وأفعاله. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال بعض المفسرين: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة، كلما غزلت نقضت هذا الغزل. وقال مجاهد وقتادة: هذا مثل جعله الله تعالى لمن نقض عهده بعد توكيده. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أيها الإخوة الأفاضل، هذا التناقض ليس من صفات المؤمن التقي. قال تعالى عن نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، فيجتمع فيدور بها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. روى ابن ماجة في سنن حيث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا نبي الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذه صورة من صور التناقض، يقومون الليل ولكنهم ينتهكون محارم الله. ومن صور كذلك من صور هذا التناقض المنافق، فإنه يصلي ويحج ويجاهد ويتصدق، أعماله صالحة ظاهراً، ولكنه يبطن الكفر والحرب على الإسلام وأهله. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومن صور كذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله عندما قال: وإنك لتعجب كل العجب عندما ترى الرجل يحفظ نفسه عن الفواحش وعن السرقات وعن القتل النفس وعن أكل المال المحرم عن كبائر الذنوب، يسهل عليه أن يتركها، ولكن يصعب عليه أن يمسك حركة لسانه. فتجد الرجل يشار إليه بالعلم ويشار إليه بالعبادة والزهد والدين، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإنك لتعجب من الرجل يتورع عن الفواحش وعن الظلم، ولسانه يفري بأعراض الناس أحياء وأمواتا. انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، ومن أسباب هذا التناقض أولا النفاق، فالمنافق يخشى أن يفتضح أمره فيلجأ إلى النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. روى البخاري في صحيحه من زيد بن عبد الله بن عمر أن رجالا قالوا لعبد الله بن عمر: إن ندخل على سلطاننا فنقول لهم كلاما خلاف ما نقول إذا خرجنا من عندهم. قال عبد الله بن عمر: كنا نعد ذلك نفاقا. ثانيا الرياء، روى الإمام أحمد مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا نبي الله، وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قال أهل العلم: إنما سمي الرياء شركاً خفياً لأن صاحبه يشرك مع الله غيره، أو يقصد بهذا العمل غير وجه الله. ولذلك القلوب وما فيها والنيات لا يعلم ما فيها إلا الله. ثالثاً من أسباب هذا التناقض ضعف الإرادة، فالذي إرادته ضعيفة يتناقض في أعماله. ولذلك على سبيل المثال، لو أن بعضهم نصح في ترك الدخان وأنه أمر محرم، تجده يستمر على ذلك فترة طويلة ممتنعاً عن التدخين، ثم يرجع بعد ذلك إلى الدخان مرة أخرى. رابعاً الكبر، فتجد أن بعضهم يعمل أعمالاً كثيرة ثم يأتي إلى عمل معين فيتركه أو يرفض أن يعمل هذا العمل وقد أمر به الشارع، ويقول: إن هذا العمل ينقص من قدري. على سبيل المثال، لو نصح في إطلاق لحيته وتقصير ثوبه قال: كيف يكون حالي أمام الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، كانت لحيته إلى صدره وإزاره إلى نصف ساقه. خامساً إرضاء الآخرين، تجد أن بعضهم يؤمر بعمل مخالف للشرع فيعمله، يعمل هذا العمل وهو مخالف للشرع، إما إرضاء للناس أو مجاملة لهم. والله تعالى قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سادساً حب الشهرة والظهور، تجد أن بعضهم يسأل عن مسألة معينة فيهون من هذه المسألة، فالجماهير تريد الفتاوى المتساهلة ولا تريد الفتاوى التي فيها المنهج الصحيح من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مبارك
قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما لقيت أحداً من السلف إلا ونهاني عنها. أيها الإخوة الأفاضل، علاج هذا التناقض أولاً أن يعلم المؤمن أن هذا التناقض ليس من صفات المؤمنين الصادقين، ليس من صفات المؤمنين الصادقين. ولذلك الله جل وعلا قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، أي وليس كما أردت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير: أيها المؤمنون، المؤمنون بالله وبرسوله المصدقون، امتثلوا أوامر الله وتمسكوا بشرائع الإسلام وعراه، وطبقوا جميع الأوامر وانتهوا عن جميع النواهي، تفلحوا وتفوزوا. وجاء كذلك في صحيح الإمام مسلم من سفيان بن عبد الله قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. ثانيا من العلاج الإخلاص والصدق في الأعمال كلها. وفي الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. ثالثا مجاهدة النفس والصبر على المشاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رابعا وأخيرا السعي إلى رضا الله، كما جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.